اليوم كثير اوقات بنسمع عن الحساسيه الجلديه وقد هي ممكن تكون، احيانا بيقولوا لك انه شخص متحسس من شيء بس هو مو عارفان اكل شرب شو الشيء المعين يعني. وللاسف يمكن هي الاعراض او هي الامراض يمكن بتظهر بفصل الصيف بشكل كثير كبير. اليوم اكيد عندنا كل شخص عنده نوع من البشره ممكن يتعرض للحساسيه، ودائما ضمن محطاتنا الصباحيه وتحديدا الطبيه والصحيه بنحاول نعطيكم كل النصائح لحتى نعرف كيف نتصرف في حال صار عندنا حساسيه بالجلد. مشاهدينا رح نتعرف اكثر على الموضوع، الحساسيه الجلديه، الاسباب، الاعراض وطرق العلاج مع دكتورنا يلي صار معنا ضمن الاستوديو، الدكتور هيثم الحسيني وهو اختصاص جلديه. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا فيك. اهلا، يسعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا فيك. خلينا بالبدايه نتعرف بشكل عام على الحساسيه، يعني من تعريفها انه هي ممكن تتسبب بشيء هو اساسا غير ضار، يعني مثل الاكل، الشرب، بعض الشغلات اللي الناس بتشوفها هي ما ضاره بس لهذا الشخص بالذات هي عملت هذا الرد الفعل. ليه؟ تماما، يعني نحن نعتبر انه عندنا جهاز مناعي، هذا الجهاز المناعي هو اللي بيعطينا الاستجابة المناعية لأي مؤرج أو لأي مستضد ممكن يكون على الجلد. طبعا هذا بيختلف من شخص لشخص، يعني في ناس بتتحسس مثلا من سائل الجلد، بيكونوا مثلا بالبيت أختين أو ثلاث أخوات مثلا، تلاقي في واحدة دائما إيديها دائما في عليها أكزيما أو أكزيما تماس أرجية نتيجة تحسس من هالمادة، أخواتها اللي عم يشتغلوا معها ما عندهم هالحساسية. في ناس عندهم حساسية ضيائية بيطلعوا على الشمس بيرجعوا عندهم حمامة على الوش وعندهم وزمة على الوش وحكة قوية، وناس اللي كانوا معهم إن كانوا ما كان عندهم مع إنه نفس التعرض ونفس مدة التعرض ما كان عندهم هالتحسس. فتالي نحن عنا اختلاف بالجهاز أو بالجواب المناعي أو بالجهاز المناعي من شخص لشخص هو اللي عم يعطينا هالارتكاز، فبالارتكاز بيختلف من شخص لشخص تبعا للجهاز المناعي تبعه طبعا لمناعته، فبالتالي نحن هون عم نلاقي ارتكازات مختلفة بين الشخص والآخر نتيجة مثل ما حكينا انه هو للجواب المناعي عند الشخص. طيب دكتور خلينا نتعرف بشكل مفصل اكثر على انواع الحساسية الجلدية، بنعرف انه في انواع عديدة اليوم لحساسية الجلد، خلينا نوضحهم بالتفصيل ونعرف يمكن بشكل عام كيف عم تكون الاسباب والاعراض. الحقيقة يعني الحساسية الجلدية هون نحن عم ناخذ على شيء نحن بنسميه أعراض جلدية، فبالتالي نحن ضمن سياق عديد من الأمراض الجلدية ممكن أن نلاحظ على الجلد هو اندفاعات حساسية. شو مقصود بالاندفاعات الحساسية؟ هي الحمامة اللي بتصير أو الاحمرار اللي بتصير على الجلد، الحكة اللي بتكون مزعجة جدا، فهي الحكة أو الحمامة اللي بنلاقيها ممكن تكون على الوجه، ممكن تكون على فروة الرأس، ممكن تكون على اليدين، على القدمين، على هواء المستضد او المؤرج اللي عم يحسس. يعني في ناس مثلا بيصلوا لعنا مثلا على العياده عندهم تحسس على فروه الراس، ممكن يكون منبته هو صبغه الشعر، مع انه في عديد بيستعملوا صبغات الشعر، في ناس بتتحسس منه او نوع الشامبو دكتور كمان. او نوع الشامبو تماما بيخلطوا اكثر من نوع او بيحطوا مواد او غير مضبوط بيكون، فبيجينا مثلا باعراض حمامه، بيجينا باعراض حكه على فروه الراس شديده، ممكن يكون انه تجينا باعراض وزمه حتى وتكون هالوزمه حتى تنزل على الوجه. ممكن كمان على الوجه نلاقي نحن عندنا بعض انواع الحساسيه لها علاقه بالتعرض للضياء، بالتعرض للشمس، ممكن تكون هالحساسيه كمان على اليدين، ممكن تكون على الجسم، لها علاقه بالشامبو، لها علاقه بالصابون اللي بنستخدمها بالحمام، لها علاقه حتى بالثياب اللي بنلبسها على جسمنا. بالعادات اللي نحن متعودين عليها ممكن دائما هالحساسيه تختلف من شخص لشخص، ويكون المؤرج او العامل اللي محسس هذا مختلف من شخص لشخص، فبالتالي نحن هون دورنا كاطباء انه نقدر نعرف انه هالشخص من شو عم يتحسس. يعني مثلا مرات بيقول لك انه انا عندي حكه كثير على جسمي، طيب هون الطبيب لازم يقارب يعرف الحساسيه، هل هي منشا خارجي، هي جايه نتيجه استعمال بعض المواد او دهن كريمات او برفانات او الى اخره، او لبس مثلا شغلات فيها صوف، او هي من منشا داخلي عم تنعكس على الجلد بشكل حمامه او حكه. هون دور الاستقصاءات الطبيه اللي احنا بتوجهنا او بتوجه نقدر فينا نوجه المريض انه نحن نبتعد عنها او نعالجها لحتى نخفف الحساسيه على
على الجسم. طيب دكتور، اوقات في كثير اشخاص اللي بيكونوا بيعانوا من الحساسيه اللي عن طريق طبعا الشم، بيطلع عندهم اعراض اخرى مثل حكه العيون، حكه الجلد باوقات معينه، مثل ما بيقولوا مثلا بنسمع مثل هذا الوقت اللي بيكون فيه غبار طلع زايد، فهو بيتهيج عند اغلب اللي عندهم حساسيه. هل هي الحساسيه فينا نعتبرها هي نوع من الحساسيه الجلديه، او هي فقط مرتبطه بهي الحاله؟ لا، هلا نحن كثير مثلا بالفصل الربيع وقت يكون في عندنا تغير الفصل، بيكون نحن رايحين لحراره، بيكون عندنا غبار الطلع، فبيكون عندنا نوع من الحساسيه. هالحساسيه ممكن انه تكون على الجلد، بسموها ارج محمول بالهواء، بيصيب الجلد بسبب لي حكه على الجلد او حمام. ممكن لا تصيب الاغشيه المخاطيه، بيقول لك انه انا لا عندي انف، عندي تحسس بانفي، عندي سيلان بالانف، لا بيقول لك انا لا عندي احمرار بالعينين، عندي حكه بالعينين، فبالتالي هي ممكن تصيب الجلد، ممكن تصيب الاغشيه المخاطيه، وممكن تكون اكثر جهازيه تصيب الرئتين، بحيث بيقول لك انا عندي حساسيه، بصير عندي سعله، بصير عندي ضيق تنفس، نتيجه انه هالماده المؤرجه اللي موجوده بالهواء بشكل طبيعي هي انه تعمل له حساسيه، فبالتالي ممكن تكون هلا تعطيني هي اعراض جلديه، ممكن تعطيني اعراض تنفسيه، ممكن تعطيني اعراض بالعين، فبالتالي مختلف من الشخص للثاني. فهي الحساسيات هي لازم نحن، مع انه مرات كثير انه بتكون المقاربه وحده انه ممكن نعطي مضاد حساسيه نقدر نسيطر على الاعراض، هون طبعا بهالانواع الحساسيه صعب انه المريض انه ما تتعرض، لانه الهواء اللي عايشين نحن ضمن فيه، ولكن كيف بدنا نتعامل معه؟ حساسية كتير قوية، شو نوع المعالجة اللي ناخدها؟ على حساسية لطيفة ممكن بعض المضادات الهستامين انه نقدر نسيطر على الأعراض. طبعا نحن كتير بنسمع انه في إبرة، هي الإبرة بناخدها موسمية تخفف لي الأعراض، مثل الكورتيزون المديد ممكن ناخدها بفصل معين تخفف لي كتير الأعراض اللي ممكن تكون مرات كتير شديدة، حتى المريض تسبب له إعاقة، حتى المريض ما يقدر كثير انه يعني يخالط حدا، لانه نتيجه انه اعراض تنفسيه بتكون او اعراض بالعينين. تمام. يمكن اليوم دكتور في كثير من الاشخاص بتستهون بموضوع الحساسيه الجلديه، ممكن يصير اي احمرار او اي تهيج او اي حبوب بمنطقه معينه يقولوا انه عادي، ممكن ما تكون عارض لشيء خطير او نوع مرضي. اليوم الناس كيف بتعرف تحدد نوع المرض الجلدي اللي عندها؟ لعند مين تتوجه لدكتور الجلديه؟ او ممكن كمان نحن لازم يكون في عندنا فحوصات وتشيكات اكثر على اي شيء ثاني ممكن يكون معنا؟ طبعا يعني هو السؤال كثير مهم، انه نحن وقت بيطلع لنا عرض له علاقه بالحساسيه كيف بدنا نتوجه؟ عاده نحن كثير يعني ضمن المجتمع كثير بيعتبروا يعني الامراض الجلديه بيعتبروها امراض عاديه، ممكن توجه للصيدلي، ممكن توجه لمرهم عندنا موجود بالبيت، ولكن وقت ما بصير استجابه ساعتها لازم يكون يتوجه لعند، غالبا اذا كانت الاعراض على الجلد او على الملحقات، على الشعر او على الاظافر، انه يتوجه هذا لطبيب جلديه اللي ممكن هذا يساعده انه وضع تشخيص. اهم شغله انه نعرف نحن منين عم يجي هذا التحسس، اذا قدرنا نحن نحدد منين تجي التحسس. في ناس كثير بياكلوا بعض الاكلات بيعتبرها عاديه، ولكن مرات انه هي مرات تكون هي سبب التحسس. في ناس بياخذوا ادويه على التعيين دائما، ممكن انه يكون هي سبب التحسس. بعض العادات اللي ممكن انه نحن كمان نكون فيها هي مثلا بعض العادات اللي لها علاقه بالحمام، بالاستعمال الزائد للصوابين، استعمال التفريك حتى بالحمام ممكن يكون هذا مخرش، ممكن يعملنا نوع من الحساسيه. بعض الالبسه خاصه اللي هلا مثلا بيلعبوا رياضه او كذا بيلبسوا شيء على نايلون اكثر انه مشان ينحفوا او مشان التعرق او كذا، ممكن يكون هذا محسس للجلد. ولكن دائما لازم هون مو فقط انه مرات تكون شغلات خارجيه، ممكن نلاقي هذا التحسس بسياق كثير امراض. هي الامراض كثير بهمنا، يعني في ناس بتصير عندهم حساسيه وحكي لفترات طويله، ومرات بنضطر نعمل استقصاءات بنكتشف امراض جهازيه ما بتنترك، لازم دائما نتابعها، بتكون عرضها هي الحكه والحساسيه، ولكن هي شغله اكبر من الحساسيه الخارجيه. طيب دكتور خلينا نحكي عن العلاج شوي، يمكن كل طبعا مرحلة علاجية بتختلف حسب نوع الحساسية، هل بالعموم العلاج ممكن يكون فترة قصيرة أم في علاجات أطول أو أنواع من الحساسية بتستدعي علاج فترات زمنية أطول؟ الحقيقة غالبا لنعرف شو العامل المسبب للحساسية، بس نحن عرفنا أنه أنا عندي تماس مع مادة معينة، أو أما أحط مثلا نوع من العطور، أو أنا أحط نوع من الكريمات عم تسبب لي حساسية، فالابتعاد على هالمواد هي حتريحني كثير، بتريح الجلد بهذا الموضوع، بده يتفهم المريض انه هذا الابتعاد هو لمصلحتي عشان ما يخف.
خفف لي الاحمرار والحكه اللي هي مزعجه. فبالتالي مرات بعض الكريمات اللي بتحوي على المطريات من المرحله الاولى، بعض الادويه المضاده للحساسيه للانتي هيستامين ممكن انه دائما تسيطر على الاعراض مع الوقايه مثل ما حكينا. مرات لا بتكون لا الاعراض شديده اكثر، ما عم نعرف نحن شو السبب المخرج او ما عم يساعدنا المريض لنصل لحاله، فممكن مرات تكون لمراهم فيها كورتيزونات، مراهم ادويه حتى الكورتيزونات داخلا نخفف الارتكاز التحسسي اللي عند المريض. مرات هاي المواضيع ما لها علاقه كثير بالكريمات، مثل ما هلا تفضلتوا انه ممكن تكون ضمن سياق امراض جهازيه، يعني ضمن سياق قصور الكلوي مرات بنلاقي عندنا حكه وحكه معممه من الجسم، مرات المشاكل كمان الكبديه تترافق مع تظاهرات جلديه بتسبب الحكه، هون بدي اعالج السبب الاساسي اللي عم يسبب لي، مرات بعض الاورام عشان ما فوت هيك الهوتشكين، بعض الامراض مثل الفطار الفطراني بتترافق كمان مع حساسيه وحكه، هون المريض ما له قادر يقارب هيك موضوع، هون الطبيب الجلديه هو ممكن يوجهه. درجة الإزمان، الحكة، الحالة العامة للمريض بتلعب دور وتوجهني شو أقدر أنا أقدم له استقصاءات لهالمريض لحتى أقدر أنا أخفف عنه هالمعاناة. تمام. طيب دكتور خلينا نتخصص أكثر ونحكي عن الحساسية عند الأطفال، كان حديثي أو الحديثي الولادة أو الأطفال بأعمار صغيرة اليوم، شو سبب هي الحساسية اللي بتصير عندهم بالجلد؟ خلينا نوضح أكثر إذا هل الأعراض هي نفسها اللي بتظهر عند الكبار وكيف عم تكون طرق العلاج؟ الحقيقه الاغلب الاندفاعات اللي بنلاقيها نحن عند الاطفال اللي هي شائعه اكثر شغله هي التهاب الجلد الدهني اللي بياخذ هو بعض الهرمونات من والدته اثناء الحمل، وممكن انه تتظاهر بفرط افراز دهني وبالتالي بعض الارتكاسات اللي بتصير على الجسم، مثل ما يكون عندي حمامه من بعض الاندفاعات بسموها حطاطيه معممه على الجسم، حتى على الوش بلاقي عندي احمرار، بلاقي قشره، حتى في شيء بسموه بقول قبعة على الفروة لك إنه قشرة واسعة على فروة الرأس، هي من بعض الأمراض اللي بنشوفها بعد الولادة مباشرة لها علاقة بالإفراز الدهني، فبالتالي هم أهم بيجونا بإحمرار على الوجه ويكون دائما مزعج بالنسبة للأهل ومزعج بالنسبة للزوار اللي بيجوا زايرينه، فبالتالي بيقولون ليش هيك ابنكم طالع له كذا هالأمور، فبالتالي هون نحن شغلتها هي من الشغلات البسيطة اللي بتعتمد على بعض الكريمات اللي فيها ستيرويدات، وبنعتمد على عامل الوقت إنه شوي شوي إنه هالهرمونات اللي أخذها من والدته إنه تنطرح بعد فترة. فبالتالي المرحلة الثانية اللي هي ممكن إنه تظهر بثلاث أشهر هي التهاب الجلد التأتبي، هو أكثر من أكثر الأمراض المزعجة اللي بنشوفها عند الأطفال، وبتاخذ فترة طويلة بتترافق بحكة مزعجة، يعني توصل لمرحلة الدخول المدرسة وهو عم يعاني من حكة ببعض الأمور، حكة مزعجة شو حتى مرات بأثناء الدراسة يعني بتاخذه لمكان إنه يعني ما بيقدر يسيطر على حاله من الحكة وبتبعده عن الدراسة شوي. فهون المعالجة كتير بتعتمد هلأ كانت على بعض المراهم والكريمات اللي ممكن نحطها ونخفف له الحكة. الحقيقة الثورة اللي صارت هلأ من عدة سنوات هي الأدوية البيولوجية. الأدوية البيولوجية هي اللي بتفوت مثل ما حكينا بالبداية إنه نحن عنا جهاز مناعي. جهاز المناعي هو هذه اللي عم نقدم له نحن المادة المحسسة اللي عم تتطور ضمن الجهاز المناعي، وبالتالي هذا عم تعطيني هالارتكاس على الجلد. فهلا الأدوية الحديثة هي أدوية عم تفوت على تعالج السبب المناعي أو الخلل المناعي اللي عم يعطيني هاي الآفات، إن كان التهاب الجلد التأتبي أو كان بالصدفية عند الأطفال أو كثير من الأمراض، حتى بالأورام عم يفوتوا هلا صارت الثورة هي ثورة أدوية بيولوجية، عم تفوت وين عم يصير عندي خلل مناعي بالشلال المناعي اللي عم يصير نتيجة الارتكاز، فبالتالي نحن عم نقدر نسيطر على الأعراض. فبالتالي كثير من الامراض اللي ما كنا نقدر نسيطر عليها هلا بالادويه الجديده صرنا فينا نسيطر عليها، نعطيه للمريض او للطفل خط نحن فتحنا سير الطفل حياه هنيئه بعيده عن الحكه، بعيده عن الحمار، بعيده عن الوزمات حول العينين، بعيده على الحكه بالجسم، فبالتالي نقدر نحن نريحه. طيب دكتور خلينا نحكي عن شوي، يمكن البعض بيقول انه في بعض الامراض الحساسيه او ما الى ذلك بترتبط جينيا او بالوراثه، هل هي المعلومه صحيحه او لا؟ ما لها علاقه يعني مو شرط اذا في حدا بالعيله بيعاني من حساسيه او بعض الاضطرابات او الامراض الجلديه معناته بالتالي هذا الشيء رح ينتقل للاولاد او للجيل اللي بعده مثلا. الحقيقه بصراحه انه كثير من الامراض وحتى بالدراسات الحديثه ترتبط بعامل جيني، وهذا العامل الجيني عم يكون من
من الوالدي او من الوالد او من العائله بشكل عام، فبالتالي عم نلاحظ انه نحن في جينات مشتركه، هالجينات هي بتكون تساوي عندنا استعداد للاصابه ببعض الامراض، ان كانت امراض جلديه او امراض جهازيه، فبالتالي هذا الاستعداد الوراثي دائما موجود. كل ما زاد هلا تقدم العلم عم يشوفوا هالارتباط هذا الوراثي او الجينات اللي هلا ممكن تنتقل. طبعا في جينات اوكي مثلا حتعطينا عائله عندها مثلا ربو، فبالتالي غالبا في احد الاطفال حيكون عندي حساسيه جلديه او حساسيه ربويه بهذا الموضوع. فبالتالي دائما الاستعداد الوراثي هو دائما موجود، بس هذا الاستعداد الوراثي ما حيكون عند كل الاطفال، عندي اربع اطفال ممكن واحد منهم يصير معي، مو كلياتهم ممكن انه ينصاب. طبعا كثير في امراض وراثيه ممكن تنتقل غير الحساسيه، وبالتالي نحن هون بنحاول انه دائما نصيحه واستشاره وزواج الاقارب، بتعرفي كل هالامور هي انه عشان ما تنتقل بعض الامراض، خاصه اذا احد الابوين كان مصاب او في سيدلي. ولكن دائما هلا عم نحكي انه ممكن انه دائما بالادويه الحديثه انه نقدر نحن نسيطر على هالامراض، ولكن اذا نحن فينا نبعد عنها ونتلافاها بيكون هذا افضل. طيب دكتور، اليوم في عنا أكيد أنواع لحساسية الجلد، بنسمع أنه ممكن كثير من الأشخاص خلال فصل الصيف ممكن يصير عندهم أكزيما. خلينا نوضح شو هي الأكزيما، مين الأشخاص اللي معرضين للإصابة فيها، الأعمار، الأسباب، خلينا نوضح أكثر. الحقيقة يعني الأكزيما هي بالتعريف هي التهاب جلد. في عندي نمطين من التهاب الجلد، التهاب جلد تخريشي، أنا عم بشتغل بالمواد مثلاً عم نشف ايدي كثير، عم استعرض كثير للمي، فبالتالي عم يصير عندي جفاف كثير بالجلد، او انا من نوع اللي عندي بستعمل ماء لفترات طويله ومواد التنظيف، فانا في عندي طبقه دهنيه على سطح الجلد، فبالتالي انا كثره استعمال الماء عليها، فبالتالي انا عم بروح الطبقه هي، فبالتالي عم عرض الجلد للتخريش اكثر، نتيجه كمان تعرض لعوامل الجو بيلعب. لا، عندي انماط ثانيه لها علاقه بسموها التهاب الجلد او الاكزيما الارجيه، اللي هي لها علاقه بتحسس. انا بحط مثلا اكسسوارات بحس انه كل ما حطيتهم انا بتحسس. هون ما في حل، بدنا نبعد. حطيت ساعه انا عم بتحسس منها، العطور مره نمط معين. شو صعبه حياتهم هيك دكتور؟ اكيد يعني هون ما في غير الابتعاد، يعني بنحاول ندور عليها، ولكن بالاخر مثلا انا بتحسس من ماده النيكل الموجوده مثلا بالساعه، بدي احاول احط شيء مثلا جلد فوق منها وبالتالي اربط الساعه الى اخر. مرات في ناس ما بيلبق لهم غير الذهب، الذهب غالبا ما بيحسس، فبالتالي كل شيء بيكون يلبسوه ذهب. فنحن كثير بيهمنا بعض التفاصيل اللي بيجينا عنا المريض متحسس ببعض العوامل او محسس ببعض الامور انه بعده. اكثر شغله هلا مصيفه بنشوفها بالصيف هي التعرض للشمس، والتعرض للشمس بطريقه انه طريقه خاطئه ومزعجه. يعني انا امبارح اجاني ولد عنده فقاعات على وشه وكذا، اخذين مزرعه نازلينه من الساعه 1 للساعه 3 ما طلع من البيت من المي وجاي بحرق حقيقه. يعني هذا لا الساعات اللي ممكن انه ينزل فيها هذا على المي لازم تكون قبل الساعه 12 او الواحده. ثاني شغله نحن عندنا يعني جلدنا، طبيعه جلدنا لو مرات الواحد اسمر ولكن ما متعود يتعرض للشمس، فبالتالي التعرض المديد لاول مره عم يعملنا حروق شمس، ممكن يعملنا تصبغات، ممكن يعملنا حتى يتصل لمرحله فقاعات الى اخره. فبالتالي دائما هلا باول الصيف هلا بننصح انه التعرض اول مره يكون بفترات معينه، نلبس لبس معين خلال التعرض للشمس. اهم شيء الكريمات كمان اللي بيأثروا فيها، كريمات الواقي الشمسي حتى للاطفال، يعني بيقول لك انه ولد ما في داعي يحط له واقي شمسي، بالعكس هو يمكن هو الاساس الواقي الشمسي مع الطاقيه على راسه والقبعه على راسه وكذا، فبالتالي بنحميه لانه اذا صار عنده حرق هي يومين ثلاثه ما حينام، فبالتالي حنكون كثير مزعوجين. صحيح، يعني معلومات جدا مهمه دكتور مثل العاده بتعطينا اياها، شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا لكم، بشكركم على المقابله. شكرا لك دكتور هيثم ولكل المعلومات الطبيه اللي قدمتها بصباحنا غير لليوم.